يا نعيمة خضتيني. بتدوري على ايه يا بت؟ بتدعبسي في ايه من ورايا؟ بدور يا اختي عزفت السلسلة، هي دي الحاجة الوحيدة اللي باقيالي من السرقة الشوم دي. صدق من قال قليل الاصل لازم يجيله يوم ويخون. فرقتي ايه عن شيماء اللي كانت هتوديني اللومان؟ لا فرقت كتير يا نعيم، فرقت يا اختي. انا ده حقي، واللي انت خدتيه من السرقه دي اكتر بكتير من اللي انا خدته وما رجعتكش فيه. وكمان انا ما كنتش هكوش على السلسله لوحدي يا نعيم، كنت هبيعها يا اختي وافرقها علينا احنا الثلاثه، انا وانت وكرم. انما انت بقى لو ناويه تكوشي عليها يبقى انت اللي بتاكلي حقي مش انا. انا هعرف اصرفها يا نعيم، لو انت خايفه ان انا اتقفش ما تقلقيش، انا عندي سكه. ايش حال اذا ما كنتيش انت اللي مولعه في الميكروباص بايديكي؟ اديكي شفتي بعينيكي اخره الحرام ايه. يو بقى، ما انت سددتي وخرجتي من مشكلتك دي بالحرام. هو انت يا اختي لسه حته ضميرك دي بتنقح عليكي؟ مصيبه لا تكوني فاكره انك هتحوشي وهترجعي الفلوس مع حته الدهب لبنت الكلب دي. ما يخصكيش. اقتليها يا نعيم، اقتليها حته الضمير دي، انا عايزه حقي. وانا خرجت من الموضوع ده بايد ورا وايد قدام. بطلي يا بنت كتر كلام، انجري قدامي يلا نكيس الاكل. فاز يا بنت.